بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا نستمطر به الرحمات، والصلاة والسلام على سيد السادات وأفضل المخلوقات الحبيب القائل إنما الأعمال بالنيات، وعلى آله وأصحابه أولي الخيرات والمبرات. وبعد، أحبتي المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني المقاصد. بداية نرحب بفضيلة الشيخ المربي الشيخ الدكتور محمد عبد الله آل ثابت. أهلاً ومرحباً بكم شيخنا. حياكم الله أخي الكريم، جزاكم الله خيراً. كما أرحب بفضيلة الشيخ محمد صفوان سامي العباسي. أهلاً ومرحباً بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله. وكما عودتنا دائماً، البداية معك ومع آيات الذكر الحكيم، جزاك الله خيراً. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء. سيدي الشيخ، تكلمنا في الحلقة الماضية عن الأصل الثاني الذي ذكره الإمام النووي في كتابه المقاصد، وهو اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال. في هذه الحلقة نريد أن نسلط الضوء عن
عن موضوع تتحقق أو يتحقق به الاتباع، ألا وهو الإخلاص. ما هو مفهوم الإخلاص وما هو تعريفه؟ جزاكم الله خيراً. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. الإخلاص هو أن يفعل المكلف الطاعة خالصة لوجه الله وحده، لا يريد بها تعظيماً من الخلق ولا جلب نفع دنيوي، فيكون العمل خالص لوجه الله تبارك وتعالى، لا يريد به إلا وجه الله عز وجل والقرب منه ورضاه تبارك وتعالى. نعم نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا. عفوا فضيلة الشيخ، ما هو التوجيه القرآني في هذا الميدان المبارك ألا وهو ميدان الإخلاص؟ جزاكم الله خيرا. الله سبحانه وتعالى بيّن فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم. فالإخلاص هو سر الأعمال. ومن هنا قال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله، قال أن الأعمال صور، وروحها وسر هو سر وجود الإخلاص فيها. فإذا كان الإخلاص موجود فهذه الصورة صار فيها روح، أما إن لم يكن فيها إخلاص فهي مجرد صورة لا نفع فيها. الله سبحانه وتعالى ينظر إلى إخلاص العبد في عمله، وإلى من يريد بذلك العمل وما يريد به. فإن نظر منه إخلاصا وصدقا وقع ذلك العمل موقع القبول عند الله عز وجل، وإلا نسأل الله تعالى العافية فالعمل مردود. من هنا أحيانا تكون نية العبد لما يكون مخلصا بها لله عز وجل فقط، مجرد النية من قبل أن يباشر العمل، تقع تلك النية عند الله عز وجل موقعا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم ربط قبول الأعمال وربط الأعمال وصورها على النية، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني بمجرد أن ينوي العبد وإن لم يفعل ذلك العمل كتب عند الله على نيته. نعم، إن كان مخلصا في تلك النية صادقا. أو ربما إذا كانت النية على، يعني كان العمل في ظاهره الصلاح والنية كانت سيئة، لا يكتب له الأجر وإنما يكتب على ذلك السوء الذي بنيت عليه النية. نسأل الله العافية. قد يكون ذلك العمل عليه وبالا وسببا لغضب الله عليه. لأن الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بالمنفق المتصدق، يؤتى بالعالم، يؤتى بالشهيد يوم القيامة، فيعرفهم الله عز وجل نعمه عليهم، ثم يسألهم تبارك وتعالى: فماذا صنعتم في الدنيا؟ فيقول المنفق: ما تركت باب خير إلا وأنفقت فيه لأجلك. فيقول الله تعالى له: كذبت. نسأل الله. وتقول الملائكة: كذبت، إنما أنفقت ليقال عنك كريم ومعطاء، وقد قيل: خذوا عبدي إلى النار. نسأل الله العفو والعافية. وهكذا يؤتى بالعالم وبالشهيد، فيعرفهم الله عز وجل نعمه، ثم يسألهم ماذا صنعوا، فإن قالوا: فعلنا ذلك لأجلك، قال الله تعالى لهم: كذبتم، لأنني مطلع على الأعمال، والإخلاص سر بين العبد وربه تبارك وتعالى. تبارك وتعالى. ولهذا سيد الشيخ، يعني رب العزة تبارك وتعالى، يعني في الركن الخامس من أركان الإسلام الحج، وجه أنظار الذين يقومون بهذه الفريضة، قال: وأتموا الحج والعمرة لله، يعني خشية أن يذهبوا هذا العمل هباء منثورا، أو ربما كما تفضلتم يكون وبالا عليهم. نسأل الله تعالى العافية. أحبة المشاهدين الكرام، نخرج في فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تبارك وتعالى. المشاهدين الكرام، عدنا إليكم مجددا بتوفيق الله عز وجل لنواصل الحلقة التي تكلمنا في البداية فيها عن الإخلاص. سيدي الشيخ، ما هي ثمار أو فضل هذه الخصلة الحميدة ألا وهي الإخلاص لله تبارك وتعالى؟ جزاكم الله خيرا. بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، فإن الإخلاص كما قلنا هي أعظم عبادة يعبد الله تبارك وتعالى بها، حتى قيل لأحد العلماء:
قيل لأحد العلماء: ما أحب عبادة لله عز وجل؟ فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا وجهه عز وجل في كل عمل، في كل مقصد، في كل كلمة. لذلك هم حاسبوا أنفسهم على كل كلمة نطقوا بها، حتى قال أحدهم: ما تكلمت كلمة إلا وأنا قد أعددت لها جوابا إذا سألني الله عز وجل لما قلتها. وهذا من تمام إخلاص العبد مع ربه تبارك وتعالى. من ثمرات الإخلاص قبول العمل عند الله عز وجل، فيكون العمل مقبولا عند الله تعالى، وذلك العمل المقبول المخلص سيثمر ثمرة عظيمة. لأن العبادات لا تعتمد والطاعات لا تعتمد على حجمها أو ما إلى ذلك، إنما ينظر إلى سر الإخلاص فيها. فمهما كان العمل بسيطا، إن كان انطلق من قلب مخلص كتب عند الله تبارك وتعالى عظيما، ولو بإنقاذ نملة من غرق. إذا كان مخلصا لله عز وجل بنية خالصة لوجه الله والشفقة والرحمة على مخلوقات الله عز وجل، وقع ذلك العمل موقعا عظيما عند الله، فكانت ثمرته عظيمة. وربما ما نقرأ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا كان يسير في الصحراء فبلغ به العطش مبلغه حتى كاد أن يهلك، فوجد بئرا فاستقى فنزل فشرب، فلما خرج وجد، أجل الله قدركم، كلبا أصابه من العطش مثل ما أصاب هذا الرجل، فقال: لقد بلغ به العطش مثل ما كان بلغ بي. فنزل فملأ خفه ماء فسقى ذلك الكلب رحمة وشفقة، فشكر الله صنيعه فغفر له. ما شاء الله. يعني كما قال الله عز وجل: ورضوان من الله أكبر. يعني مثل ما تفضلتم جنابكم، يعني ذكرتم أنه لا ينظر إلى حجم العمل بقدر ما ينظر إلى سر الإخلاص، سر الإخلاص ورضا رب العالمين تبارك وتعالى عن ذلك العمل. ولهذا عفوا شيخي، يعني كما روي عن سيدنا جعفر الطيار رحمه الله، كان أحد القادة الثلاثة الذين استشهدوا، فالقصة مشهورة والجميع يعرفها. حينما بترت ذراعه اليمنى ثم اليسرى، ثم تعرض إلى طعنات كثيرة حتى فاضت روحه إلى بارئها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مجلس هو في المدينة، وسيدنا جعفر في ميدان المعركة. يعني فكذا يعني فعل جعفر، كذا أصاب جعفر، النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حتى فاضت روحه، ففجأة التفت صلى الله عليه وسلم فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فتعجب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، قال: جاء أبى أن يدخل الجنة حتى يسلم علي رضا لله ورضا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا العمل الجبار وبذل الروح في سبيل الله عز وجل وفي سبيل إعلاء كلمته، كانت الغاية منه هي رضوان الله تبارك وتعالى. وننظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فرب سائل يسأل يقول: يعني هذا العمل الجبار كله الغاية منه الرضا، وقضية السواك هذه البسيطة ما فيها تعب ولا عناء، فيها أيضا انبسط بها وجه الله، عظمت تلك العبادة وعظم ذلك الفعل. ومن أسرار ومن ثمرات الإخلاص أنه يصنع الأعاجيب. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم ما انتصروا بكثرة عدد ولا عدة، وإنما بسر الإخلاص في قلوبهم، لأنهم تعلقوا بالله وكانت أعمالهم لله عز وجل. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الثلاثة ممن كان من الأمم السابقة، حينما دخلوا إلى الغار فتدحرجت صخرة من أعلى الجبل فسدت باب الغار عليهم، فأرادوا حيلة للخروج فلم يستطيعوا، فقال أحدهم للآخر: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله بخالص أعمالكم. بالأعمال التي كان فيها إخلاصكم لله واضح، ولم تبتغوا بها إلا وجه الله عز وجل. فبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل لما ترك المعصية، الوقوع في المعصية لوجه الله، صار ذلك الترك عملا صالحا يتقرب به إلى الله عز وجل. هو أراد فعل المعصية، لكن لما تركها خالصا لله
ليس من أجل ذم الناس اجتنابا لذم الناس أو إلى أمر آخر، وإنما اجتنبها وتركها خالصا لله، فصار عملا يتوسل به إلى الله. فقال عليه الصلاة والسلام: فانفرجت الصخرة لما توسل إلى الله بذلك العمل، وقال: اللهم إن كنت تعلم أني قد تركت ذلك العمل لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. ثم قام الآخر فبين أنه كان برا بأمه وأبيه، وكان لا يأكل طعاما قبل أمه وأبيه، وأنه في يوم من الأيام جاء بالطعام وقد تأخر شيئا قليلا، نأى به طلب العشب يوما، فجاء وقد نام أبوه وأمه، قال: فكرهت أن آكل أو أن أطعم أهلي قبلهما، فوقفت وبقيت واقفا حتى الفجر، طلع الفجر، فاستيقظ أبي وأمي فأطعمتهما ثم أطعمت أهلي وشربت أنا وأكلت أنا. اللهم إن كنت تعلم أن هذا العمل خالصا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. وقام الثالث ليدلنا على الأمانة، فقال: اللهم إنك تعلم أنني استأجرت أجراء لقضاء عمل، فلما انتهى عملهم آتيتهم أجرتهم إلا واحد رفض أن يأخذ أجرته استقلها، مع العلم أننا قد اتفقنا على الأجرة، فنميت له تلك الأجرة، تاجرت له بها حتى أصبحت قطعانا من الغنم والإبل، ما شاء الله. فألم به فقر في يوم من الأيام فجاءني يطلب أجرتي وإن كانت قليلة، فقلت: انظر إلى تلك القطعان من الغنم والإبل فهي أجرتك، قد نميتها لك. قال: أتهزأ بي؟ قال: لا والله. قال: اللهم إنك تعلم أنه استاقها جميعا ولم يترك منها شيئا، حتى شكرا لم يقل، فإن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فيقول عليه الصلاة والسلام: فانفرجت الصخرة وخرج الثلاثة ناجون يمشون. ما شاء الله. هذا سر الإخلاص. ما شاء الله. نعم. إذن هؤلاء تركوا لهم خبيئة لمتغيرات الزمن ولمصائب الدنيا، فلا بد يعني كما تفضلتم يعني شيخنا الجليل كما تفضلتم، لا بد لكل واحد منا أن يترك له يعني خبيئة أو خبايا بينه وبين الله عز وجل، نعم. لأنه لا يعلم ما قدر له في قابل الأيام حتى يبتهل بها إلى الله عز وجل في كشف تلك البلوى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا ويجنبنا البلايا والمصائب. اللهم آمين. اللهم شيخي، تكلمتم عن ثمار الإخلاص، ما هو أثر هذه الخصلة على العبد في دنياه وأخرى، أثر الإخلاص يعني في المجتمع؟ طبعا الإخلاص حينما يكون لدى العبد يكتب له القبول في الدنيا، نعم. فحينما ترى مخلصا يوجه إليك كلاما أو نصيحة حتى وإن كانت فيها نوع من القسوة، لكنك تتقبلها بكل حب لأنها صدرت من قلب مخلص. من هنا قال العلماء: أحيانا بعض المعلمين والمؤدبين حينما لا يستجيب الطالب ولا يكون معه متفاعلا قد يلجأ إلى العقوبة كسبيل للتأديب ولإيقاظه لكي يكون متفاعلا، فيقول العلماء: إن كان هذا المعلم قد عاقب التلميذ بنية مخلصة، بنية مخلصة وهي تعديل مساره وتقويب أفعاله وحتى ينتفع، فإن هذا الطالب سيتلذذ بتلك العقوبة عندما يكبر، لأنها صدرت من قلب مخلص. أما إن كانت بنية الثأر والانتقام فستؤثر في قلبه وستبقى في قلب ذلك الطالب ولن ينساها من معلمه. فالإخلاص يكتب للإنسان فيه القبول حتى في توجيه أبنائك في بيتك، حينما تكون مخلصا لوجه الله صادقا في نصحك ستقع النصيحة موقع القبول، وسترى الأسرة تتأسى بتلك النصيحة وسيطبقون ذلك الفعل، وستثمر ولو بعد حين. قال العلماء: إذا أرشد المرشد ووعظ الواعظ وكان مخلصا في وعظه ولم يتأثر السامع بتلك الموعظة وقد صدرت من قلب مخلص، فسيظهر أثرها في ذرية ذلك السامع، حتى وإن لم تظهر فيه لكن الإخلاص لا يضيع، سيظهر أثرها في ذريته. سر رباني. نعم. الإخلاص. ومن هنا ورد عن بعض العلماء أنهم قالوا لرجل لطالب لهم ظهر فيه النبوغ والنفع للمسلمين، ما شاء الله. فقال شيخه الكبير في السن قال: اعلم يا ولدي
أني قد صبرت على جدك من أجلك. ما شاء الله، وهذا من سر الإخلاص. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. جزاكم الله خيراً. وجزاكم. شيخنا الجليل. أحبة المشاهدين الكرام، نأخذ فاصلاً قصيراً ثم نعود إليكم مجدداً بإذنه تعالى. أحبتي المشاهدين الكرام، عدنا إليكم بتوفيق الله تبارك وتعالى لنكمل ونواصل الحديث في هذه الحلقة المباركة عن موضوع مهم للغاية، ألا وهو الإخلاص. شيخنا الكريم، لكل طريق علامات يطمئن بها السائر أنه في الاتجاه الصحيح، أنه يسير في بر الأمان. يعني أنا كمريد أريد السير إلى الله عز وجل، ما هي العلامات التي تجعلني أطمئن أنني أسير إلى الله تبارك وتعالى بإخلاص؟ أو يعني ما هي علامات الإخلاص؟ جزاكم الله خيرا. هناك علامات الإخلاص الإنسان يعرفها من نفسه، لأنهم كما قالوا أهل مكة أدرى بشعابها. نعم. هذا بالنسبة للنفس، أن ينظر الإنسان إلى نفسه، أما بنظره إلى غيره فينبغي عليه أن يحسن الظن بمن حوله فيعتقد فيهم الإخلاص. لا يجوز له أن يسيء الظن في غيره وهو مثاب على ذلك، لكن عليه أن يتهم نفسه، هكذا قال علماء التزكية والإحسان، وهكذا بينه شيخ الإسلام الإمام النووي فيما أراده من مقاصده رحمه الله تعالى لتقويم سلوكيات العبد مع الخالق تبارك وتعالى ومع الخلق ومع النفس. فالإنسان ينبغي عليه أن يراجع قلبه وأن ينظر في نفسه، لأنه يعلم الباعث على أعماله وأقواله. نعم. فيجاهد نفسه، والله سبحانه وتعالى بيّن فقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم. وإن الله لمع المتقين. فهذا يقتضي تصحيح ما في النفس والمجاهدة. نعم. ويقتضي لنا أن نتعلم، وإنما العلم بالتعلم. نعم. فأن يكون لي مرشد صالح وعالم رباني. نعم. على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد رأيته في أفعاله وأقواله وأخلاقه وتصرفاته، حتى آخذ منه علم الإخلاص، لأن علم الإخلاص مأخوذ من النية. وقد قال العلماء، قال بعضهم: نعم، وددت لو أن هناك من العلماء من تفرغ لتعليم الناس أمر النية. نعم. فإنه أمر عظيم وباب عظيم، وعليه مبنى الأعمال ومبنى الدين. نعم. علم الإخلاص والنية من عالم رباني يأخذ بيده إلى الله عز وجل فيعرض عليه مشاكله الذاتية والنفسية والقلبية. نعم. لأننا محاسبون على البواطن كما أننا سنحاسب على أعمال الجوارح، والله سبحانه وتعالى أمرنا بترك ظاهر الإثم وباطنه، فقال عز وجل: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وانعدام الإخلاص أو عمل الأعمال رياء، هذا من إثم البواطن الذي ينبغي على الإنسان أن يحرص على التخلص منه وأن يخلص لربه تبارك وتعالى، لأن في الإخلاص النجاة في الدنيا والآخرة. نعم. إذن ديننا الحنيف اعتنى يعني بباطن الإنسان كما اعتنى بظاهره. نعم. فلم يرضى يعني بباطن خرب وظاهر عامر، يعني بل أكد على البواطن، حتى كان من دعاء الصالحين: اللهم اجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا واجعل ظواهرنا صالحا. ما شاء الله. فكانوا يدعون. نعم. بالبواطن، لأن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر. نعم. إلى قلوبكم. العلماء الربانيون يقولون: قلبك محل نظر المولى الجليل جل جلاله. نعم. فإياك أن تجعل في قلبك إلا إخلاصا لله عز وجل. نعم. مما يعين على الإخلاص. نعم. أن يخرج العبد رؤية عمله من قلبه، فلا يرى عمله بأمر كبير. نعم. لأنه ينظر إلى الموفق لذلك العمل. نعم. الله سبحانه وتعالى هو الموفق جل، والله خلقكم وما تعملون. نعم. فما عملت من عمل إنما هو بفضل الله وتوفيقه، فلا تنظر إلى نفسك. نعم. فيه شيء، وإنما عليك أن تكثر الشكر لله
وتزداد تواضعا لله عز وجل وذلة بين يديه، لأنه وفقك لطاعته. ما شاء الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. نعم. الله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي وهو الذي يوفق، فإخراج رؤية العمل نعم. من القلب نعم. ألا تستكبر عملك نعم. حتى يقع موقع القبول عند الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن ينظر الإنسان إلى نفسه أنه عبد لله، والعبد إذا أطاع أمر سيده نعم. لا يستحق أن يترتب على ذلك على تلك الطاعة عوض أو ثواب، لأنه هو مفطور وينبغي أن يكون طائع لمولاه نعم. ولسيده. فإذا نظر إلى ذلك صغر عمله في عينه، وكلما صغر العمل في عينه كبر وعظم عند الله تبارك وتعالى. أما أن يستعظم عمله وينظر إليه بعظمة، فهذا ربما يصغر ذلك العمل عند الله عز وجل. ثم أن ينظر في عيوب نفسه وعيوب أفعاله، فهذا يدعوه إلى أن يكون مخلصا لله عز وجل، وأن يلتجئ إلى الله تبارك وتعالى في أن يصلح الله تعالى له قلبه ونيته وسريرته وسائر أعماله. وكان من دعاء الصالحين في انكسار وتضرع إلى الله عز وجل: اللهم يا من وفقت أهل الخير للخير وأعنتهم عليه، وفقني للخير وأعني عليه. يعني ليس لي في ذلك دخل، أنت الموفق وأنت المعين على العمل. ولعل في قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله تتجلى تلك المعاني، لأن الإنسان يعترف بالعجز ويتبرأ من حوله وقوته إلى حول الله تعالى وقوته. فأنا لا حول لي ولا قوة على ترك المعصية أو على فعل الطاعة إلا بتوفيق منك يا الله، فكيف أنظر إلى عملي؟ نعم. إذن يعني مما نفهمه مما تطرقتم إليه سيدي الشيخ أن الإخلاص يتحقق يعني بعدة أمور، من أهمها أن يملأ العبد قلبه بعظمة الله تبارك وتعالى. نعم. الأمر الثاني أن يعترف بعجزه وتقصيره وبعبوديته لله تبارك وتعالى وأنه بحاجة، والأمر الثالث أنه لا موفق لأمر إلا الله تبارك وتعالى. لختام هذه الحلقة ننتقل إلى فضيلة الشيخ محمد صفوان سامي العباسي، ومع الإنشاد ومديح رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبيب له الأرواح حنت بكونها، فلم تستطع عن ذكره أبدا صبرا. حبيب له الأرواح حنت بكونها، فلم تستطع عن ذكره أبدا صبرا. هو القبضة الأولى يا عيني، هو النور في العمى، هو الفخر في الدنيا، هو الذخر للأخرى. نظام المعاني روح كل حقيقة، إمام النبيين العظام أبو الزهراء. أتى بصنوف العلم والحل، أتى بصنوف العلم والحل والتقى، وكان لفرط الفضل أحيا من العذرى. طه كما طاب، كما طاب برد الماء للكبد
حرّا مدحناه بالإخلاص والصدق ديننا ولم يكشف المولى لأحبابه سترا يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم آمين. جزاكم الله خير الجزاء، بارك الله فيكم. أحبتي المشاهدين الكرام، في ختام هذه الحلقة أتوجه بجزيل الشكر لفضيلة العالم المربي الشيخ الدكتور محمد عبد الإله على ما أتاحه لنا من وقته المبارك، كما وأشكر فضيلة الشيخ محمد صفوان سامي العباسي، وأتوجه بالشكر الجزيل لحضراتكم على استماعكم وحسن إصغائكم، بارك الله فيكم. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.